السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. هالنهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة اللي في الحقيقة هي للكبار فقط، يعني فيها شي معلومات ممكن أنها تكون يعني ما يسمعوهاش صغار، ولكن لا حياء في الدين. هاد الحلقة خاصة بالطريقة، يعني طريقة ذكية كانوا كيستعملوها الأجداد ديالنا، وفي الحقيقة الطريقة فكرني بها واحد الصديق الله يذكره بخير. يعني هذه الطريقه وهي كالتالي: شحال من واحد كيمشي يلقح الارانب ديالو وكيقول لك التلقيح ما كيشدش، ما عرفش علاش، واش من الذكر واش من الانثى، ممكن ان الانثى تكون قابله للتلقيح، ولكن والذكر حتى هو كيلقح، ممكن انه يلقح انثى اخرى وهذيك الانثى ما شدتش. كنقولوا علاش ما شدتش، شنو السبب، ما هو السبب يعني ديال ان هاد الانثى ما شدتش التلقيح. السبب هي طريقه كانوا كيستعملوها بكري، يعني كيستعملوها يعني في القديم، وهي يعني المراه منين كتبغي تحمل وكتكون باغا الحمل ديالها يكون 100%، يعني هذه طريقه مبتكره كانوا كيستعملوها ويعني كانت ناجحه. اشنا هي الطريقه؟ وهي منين يكون السائل المنوي داخل الرحم ديال المراه، اشنو كدير؟ كتجلس المراه على ظهرها وكتعلي رجليها في واحد مستوى مائل باش هذاك يعني السائل المنوي يدير المفعول ديالو. هذه كاينه هذه الطريقه يعني بالنسبه للانسان. بالنسبه للارانب كاين ناس اللي خداو هذه الطريقه ويعني وبغاو يطبقوها على الارانب، ناس اللي صدقت لهم هذه الطريقه هذه، وهي يعني منين يكون التلقيح اولا نلاحظوا الانثى واش ما فزقتش، يعني البول اعزكم الله، يعني اذا كانت يعني في ديك اللقطه فزقت يعني ما غاديش يكون شاد الحمل، لان هي غادي تكون رمات هذاك الشيء اللي كان في كرشه. ان واحد احنا كنقولوا المهبل ديال كاين الرحم، وكاين واحد البلاصه كويره فين كيتجمع هذاك السائل المنوي وكيحدث الحمل. الا مشات حتى رماتو الانثى صافي، يعني راه رماتو، يعني ما بقاش هذاك السائل المنوي، يعني يعني التلقيح ماشي هو هذا. بالاضافه ان التلقيح ما خصوش يكون غير مره، يعني كاين الناس اللي كيديروا التلقيح الاصطناعي، هذاك الشيء كيديروا يعني المحترفين، حنا نهضروا على التلقيح العادي اللي كيديروه يعني غالبيه الناس. التلقيح ما يكونش غير مره، التلقيح يكون جوج مرات حتى ثلاثه في النهار. ممكن انك تستخدم يعني ذكور مختلفه، ولكن ما يكونوش في نفس الوقت، يعني ما يكونش لقحتيها من 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 واحد وفي نفس الوقت تعطيها لواحد اخر، لا، خلي الوقت يدوز واعطيها لواحد اخر، ماشي مشكل. نرجعوا للطريقه ديالنا. الطريقه وهي منين تلقح الانثى، حاولوا انكم تشدوها عندكم، شدها وتعلي لها رجليها بواحد الطريقه مائله، يعني تخلي لها الراس ديالها لتحت والرجل ديالها الفوق، وتشدها عندك واحد الشويه، بما هذاك العمليه انت تشوف بلي انها ما مرماتش هذاك الشيء من كرشه، تما كتكون العمليه صحيحه 100%. علاش ما قدرتش؟ شحال واحد غادي يقول لي هذا الشيء علاش ما صورتيهش؟ لان حقوق كاين يعني في اليوتيوب في القنوات دايرين لنا بزاف ديال الشروط، وهي حقوق الطفل. ما يمكنش اننا نبينوا واحد الذكر كيلقح واحد الانثى وتفوت يعني بمرونه وغادي الفيديو غادي يطلع، لا، الفيديو خاصو يكون عنده شروط. هي في الحقيقه انا دابا كنفهمكم يعني يعني الناس راهم فاهمين اسمو راني كنقول، ماشي من لابد من نبينوا، لان هذا الشيء راه كما كتشوفوا في الحلقه راني قلت لكم ان هذا الشيء فوق 18، يعني من الاحسن ما يسمعوش الدراري الصغار، لان غادي يسمعوا سائل منوي ولا يسمعوا شي حاجه تلقيح ولا هذه مزوجه. من الاحسن يعني ان تكون واحد شويه ديال الحشمه
يعني باش هادشي باش نطبقوا الدين ديالنا على اكمل ما يكون. اذا الطريقه هي كالتالي: منين تلقحوا الانثى هزوا الانثى ديالكم ولاحظوا انه بعدا ما فزقتش يعني ما تبولتش عزكم الله حاشاكم، وفي نفس الوقت تشدوها عندكم وتعليوا لها رجليها الفوق وتشدوها مثلا في واحد بين رجليكم هكا، الا كانت ماشي شرسه ممكن انكم تداعبوها شويه وتخليوها يعني هازه رجليها الفوق. تما ماشي مشكل واحد خمسة دقائق ولا كاين واحد السيد الله يذكره بخير قال لي كيشدها حتى ربع ساعه. ربع ساعه يعني الا كانت شرسه ما غاديش تقبل انها تبقى مهزوزه. المهم انها ما تكونش رمات هذاك الشيء اللي في كرشها. وديروا التلقيح واحد 3 ايام ولا يعني جوج مرات في النهار ان شاء الله ويكون الخير ان شاء الله. اذا كنظن انني نكون جاوبت على هاد يعني التقنيه، وهذه راه فيديو حصري ما كاينش شي واحد دايرو. راني قلبت في في في, 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 في الانترنت في اليوتيوب يعني واش كاين هاد الفكره هذه. انا كنحاول ديما نجيب لكم الجديد، واخا نكون خديت الفكره من عند شي صديق، مهم انني كنحاول انني نقلب لكم على الجديد في الجديد في الجديد في الجديد. وشعارنا ديما راكم عارفين شنو هو، وهو الخير جاي لقدام. ديما كونوا محفزين في الحياه، ديما تقولوا بلي غادي واحد النهار غادي نوصلوا لشي حاجه كبيره ان شاء الله، وما غادي يكون غير خير ان شاء الله. اذا هذه الحلقه ديالنا، جربوا هذه الطريقه هذه، وانا مستعد نسمعكم في لي كومونتير ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر الجرس باش تساندونا، وتكيو على زر جيم كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.